صباح الخير عليكم خوتي نزيل اكادير. اليوم السبت 26 اكتوبر 2019 كانت تواجد حدا الميناء ديال اكادير، كتشوفوا واحد الباخره ضخمه ديال السياح واقفه تما، ما يفوق على 3000 سائح كاينه في هذه الباخره هذه اللي كتجوب العالم، ماشي العالم ولكن البحر الابيض المتوسط، واحد العدد ديال الدول جزر الكناري. اشنو وجدنا لهاد البواخر؟ اشنو وجدنا لهاد السياح؟ شنو هاد القيمه المضافه اللي كاينه ديال هاد السياح للمدينه ديالنا؟ حتى حاجه، ما كاين والو. ملي كنقولوا ما كاين والو، كتعرفوا الميناء ديال اكادير باش توقف هاد الباخره خاصها تخلص 15 مليون، كتمشي لطنجه ما كتخلص والو، كتمشي للدار البيضاء ما كتخلص والو. كتعرفوا الدار البيضاء وطنجه بناو واحد لوكي ديال البواخر السياح، حنا ما بنيناش، قال لك مدينه سياحيه. البلاصه اللي كتوقف فيها الباخره مسخه حدا الكروات، حدا السلعه، هذا واحد الظروف غير ملائمه. ما ندويش لكم على ريحه الخنز اللي عاطيه دابا من واحد لوزين، ها هو عاوتاني اللي موالف كيخنز الدنيا، لا حاسيب ولا رقيب. هاد الباخره ما يقدروش يحلوا الشراجم بالخنز اللي مخرج هاد المعمل هذا. دابا شنو وجدنا اليوم؟ اكادير وفله مسخه مكرفصه، الاشغال ما بداتش، والعجاج اللي كان واحد الحيط طاح. غادي نمشيو للسوق واحد التكرفيصه، ما كاينش حتى فين يوقفوا الحافلات، الدنيا مكرفصه. غادي نمشيو للميناء مسدود. لا شنو القيمه المضافه ديالهم لاكادير؟ حسب واحد السيد اللي في السياحه قال لي الاغلبيه السياح كيخرجوا في الصباح في الكيران ديريكت لمراكش وكيرجعوا في العشيه، وشي وحدين القلال كيمشيو لتارودانت. السوق الا الفتات اللي كيمشي، يعني ما وجدنا، ما كنستغلوا غير الشنعه، راه عندنا البواخر ديال السياح وغير كنغونفليو لي شيفر، لان ملي كيوقف 3000 كتحسب 3000 سائح جات لاكادير، هي 3000 راه ما جات والو، مشاو لمراكش، مشاو لجهه اخرى، وكاين اللي بقاو في الباخره ما نزلوش كاع. وحتى دوك اللي كيدوروا في اكادير كتلقاها واحد 4-5 الكيران اللي كيدوروا، امر غير مقبول. الله يهدي ما خلق، والله يهدي هاد الناس اللي مسؤولين عنا على المدينه. حرام، ها هي 3 شهور دابا 4 شهور ديال البواخر غيوقفوا كل سيمانه، اكادير ما غتنفع منهم حتى حاجه، وتقول بالعكس غيديو لمراكش وغيديو لتارودانت والصلاه على النبي. المهم دابا غادي نمشي لفندق حياه بليس تغازوت، كاين تما الاطباء مجتمعين. ثاني المعاناه ديال الناس اللي كيديروا الدياليز لمرض بالكلي، كتعرفوا بان هذوك الناس اولا كيديروا الناس حب الرماد جوج ديال الحصص في الاسبوع في بلاصه ثلاثه، وهذه كتشكل وحسب اطباء كتشكل واحد الخطر على الحياه ديال الناس، لانه خصو يديروا ثلاثه ديال الحصص مزيان، ولكن هاد الحصص اللي كيديروا كتولي الحياه ديال هاد الناس هادو راهينه ديال هاد المرض هذا، ما كتبقاش عنده حياه مهنيه ولا شي حاجه. تصوروا معايا شي واحد ساكن في المدينه، دابا ما ندويوش على شي واحد في اولوز ولا ساكن في شي جبل ولا فقير، كي غيدير تيهود ويجي خاصو يجي لهذاك لو سونتر ديالو ويدير الحصه ديال الدياليز. ها هو جا الصباح غيدير الحصه، في العشيه ها هو مصوني لانه غيكون عيان، الدات ديالو باقا عيانه، يعني يومين في الاسبوع ما غيدير حتى حاجه. شمن حياه عمليه غتكون عند هذا السيد؟ ما غتكونش عنده. تصوروا معايا اللي خصو يدير الطريقه الصحيحه هي 3 ايام في السيمانه، دونك حياه العمل مهنيه ولا شي حاجه ما عنده شيء. دابا المشكل عاوتاني اللي كاين، وهو هاد السيد ولا هاد الناس هادو الله يشافيهم، الله يدير شي معجزه ويشافيهم، الا بغاو يسافروا ما كيمكنش يسافر من غير المنطقه اللي فيها، لان ملي كيبغي يسافر خصهم يلقاو ليه فين غيدير الدياليز، وغالبا غادي يكون الاكتظاظ ما غاديش يقدر يلقاو ليه البلاصه ولا شنو، كيبقى في بلاصته ما كيقدرش يسافر. كاين واحد بلادنا دارت واحد المجهود كبير قداشنا هو في الميدان ديال الدياليز، حنا متقدمين وكل شيء، ولكن كاين البديل. البديل وهو ديال الدياليز العاديه، ما كندويش على شي واحد، لان ملي كيمرض شي واحد بالكلاوي كاين ثلاثه ديال اللي سميتو ديال لي شوا اللي كيعطيوهم، يا اما شي واحد غادي يعطيك كليه وغادي تمشي وغتحي يعطيك الكليه وكل شيء، يا اما غادير الدياليز العاديه، يا اما غادير الدياليز بيريتونيال. هاد الدياليز بيريتونيال هي اللي بغيت نتكلم عليها، وهي اللي بحثت شي شويه لواحد العدد ديال الشركات اللي كيبيعوا الدياليز ولا الناس ولا بعض الاطباء، كاين اللي ما بغاش يدوي في هذا الموضوع، وكاين اللي كيقول لك ما صالحاش، ولكن عدد ديال الدول كلها نجحات. علاش؟ لان ملي كتعرفوا بان سونتر دياليز عندك الماتير الامكانيات غاليه اللي غتحط تما اطباء فرامليه والضغط وكل شيء، في الوقت اللي كاينه هاد الدياليز هادي بيريتونيال اللي غادي واحد لو كيت غيتباع، غادي نديرو لشي واحد مرافق ديالك، عائلتك ولا الزوجه ديالك ولا راجلك ولا شنو، واحد التكوين ديال التمريض غادي يكون بحال الشكل ديال الممرض باش فيكسيون لقيتها فاش كيديروا لك هذاك الدياليز بيريتونيال. كتاخذ هذاك لو كيت معاك كتمشي لدارك، وفي الليل كدير هذاك الدياليز، وفي النهار ما عندك حتى حاجه، يعني كيمكن لك تمارس العمل ديالك، يمكن لك تسافر، كيمكن لك اي حاجه ديرها كانسان عادي.
من بعد كيبقى غير يا اما الا كان شي كومبليكاسيون كيما بغات تكون كتمشي عند الطبيب ديالك حر عادي ما كاينش مشكل، ولا الطبيب عنده واحد اللائحه ديال الناس اللي فيهم هاد الامراض هادو في الدواور وفين كاينين وكلشي، هاز طونوبيتو هو الفرملي ديالو وكيدوروا عليهم حسب واحد لاجندا. انا التساؤل ديالي وهو علاش الدوله المغربيه بعدا من ناحيه ديال لي ميتويل كلهم راه كيعوضوا الناس كيخلصوا لهم هاد لوكيت هذا باش يمكن ليه تشريه ولا شنو هو يعني تا هو كيتعوض. دابا فين كاين المشكل كما قلت الراميد راه ثلاثه المرات خص دير الدياليز ماشي جوج مرات، راه جوج مرات خطيره للحياه ديال المرضى كنعاودوا، وهذا لي بروفيسور اللي كيقولها ماشي انايا. الدياليز بيريتونيال راه بديل شي حاجه ديال الطب، تطور بزاف في هذا الدومين هذا، علاش بلادنا ما طوراتش هذا الشيء؟ علاش هاد لي بروفيسور الاطباء ما مشاوش لهذا الدياليز البديل ديال الدياليز الاخر؟ هنا ما بغيتش عاوتاني ندخل في شي امور اللي هي تقنيه للاطباء، هما من الاحسن هما يتكلموا فيها، ولكن غير بغيت نثير لهذا الموضوع هذا باش وزاره الصحه باش الناس الاخرين الاطباء لي بروفيسور حتى الخواص ينوضوا يمشيوا لهذا الدياليز، لان غادي تعتق الحياه ديال واحد العشرات ولا الالاف ديال الناس في البلاد ديالنا. وحده كتعرفوا كاينه واحد القضيه اللي مهمه بزاف عاد، وهو الدياليز غندوي عليها ولا الامراض ديال القلب ولا غيرها غادي نتكلموا عليها مزيان. كاين الادويه كاين كلشي، ولكن حتى شي واحد ما كيمشي للجانب ديال الاكل، اشنو كناكلو؟ مثلا ملي كنقولوا راه كناكلو اللحم بكثره كله راه كيدير امراض القلب، ملي كنشربوا الحليب بزاف حتى هو كيدير الامراض ديال الشرايين، ملي كنمشيو لي فروماج، ملي كنمشيو للدجاج، علاش عاوتاني؟ لان هذاك البقر ولا ذاك الدجاج كله كاين اصطناعي، يعني كاين اللي باري، كاين الانتيبيوتيك، كاين شي حوايج اللي كيستعملوهم ماشي هما هذوك. وكاين دراسات راه غير الا بدلنا الشكل باش كناكلو راه واحد 70% ديال العلاجات والوقايه من الامراض راه حنا غادي نكونوا تغلبنا عليها. الاكبر خطر في الماكله عندنا هو اللحم، هو الدجاج، هو الحليب، هو الفروماج، هو البيض الرومي، ما كندويش على البلدي، يعني كاين شي حوايج الواحد راه يمكن حتى في البلايص اللي هما فقراء وما عندهمش وما حتى حاجه، الا غير تجنبوا هذا الشيء وشاف شي واحد. انا كنلوح عاوتاني كندوز واحد النداء الاطباء نوتريسيونيست اللي يقدروا يديروا واحد القناه على اليوتيوب ويشرحوا للناس بحال دابا عافاكم ها شنو تاكلوا شنو ما تاكلوش ها كيفاش ديروا. وكاين واحد السيد رائع في هذا الشيء وهو الدكتور فايد، راه هذاك السيد تبعوا لي فيديو ديالو راه كيقول شي حوايج اللي هي نصائح زوينه بزاف عاد وبديله يمكن لها تعتق الصحه ديالنا. دونك هذا النداء دابا نعاوتاني كنرجع ليه ديال الناس ديال الدياليز، عافاكم كاين دياليز بيريتونيال الاطباء ولا غيرهم ولا حتى الدوله المغربيه يمكن ينفس عليها بزاف داك الضغط اللي عليها لي سونتر، ولا حتى من ناحيه الاستثمارات تخفف عليها، علاش لا ونعتقوا الحياه ديال الاف ديال المغاربه اللي كيعانيوا من مرض ديال الكلي. تبارك الله عليكم والله يسهل علينا وعليكم، وغنجيب دويره غير نوريكم لاصال الاطباء كلهم مجموعين باش يدارسوا شنو اللي كاين من تكنولوجيا جديده ويتبادلوا الافكار وحتى التجارب. تبارك الله عليكم والله يسهل علينا وعليكم، وان شاء الله خير وما غادي يكون غير خير لبلادنا ان شاء الله، والناس ديال الدياليز الله يشافيكم ويطول لكم العمر ان شاء الله. تبارك